السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية مستوى الخامس ابتدائي الصفحة 116. عندنا اليوم ليكتيغ ديديكسيون، عندنا واحد بتي بويم، العنوان ديالها Je voudrais faire des voyages. Je voudrais faire des voyages. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant, par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerai de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Je voudrais une paire d'ailes pour m'envoler au ciel profond, parmi les vives hirondelles, qu'on me donne un petit avion, qu'on me donne un petit avion. إذا غادي نشرحو يعني البوين. Je voudrais faire des voyages. أود القيام برحلة. Je voudrais faire des voyages. Aller très vite. Aller très loin. يعني أنطلق بسرعة كبيرة. أذهب بعيدا جدا. Je voudrais voir tous les rivages. يعني أود أن أرى كل الشواطئ. دي مير كو جو نو كوني بوان، يعني البحار التي لا أعرفها. سي جافي إن بيسيكليت، إذا كان لدي دراجة هوائية. جيري دي لو سولاي لو فون، يعني أذهب حالما تشرق الشمس. par les routes blanches et nettes، يعني عن طريق الطرق البيضاء النظيفة. J'irai plus vite que le vent، يعني أذهب أسرع من الرياح. Si j'avais une automobile، يعني إذا كان لدي سيارة. Je roulerai au clair matin، يعني سأركب في ضوء الصباح. Je roulerai de ville en ville، يعني كنت سأركب من مدينة إلى أخرى، أو سأركب من مدينة إلى أخرى. Jusqu'au mairie de Pékin، يعني حتى جدار هي عاصمة الصين. هنا يعني الجدار هو السور العظيم اللي كاين في الصين. Je voudrais une paire d'ailes، يعني أريد زوجا من الأجنحة. Pour m'envoler au ciel profond، ليطير إلى أعماق السماء. Parmi les vives hirondelles، يعني بين طيور السنون الحية. Quand on me donne un petit avion، يعطيني طائرة صغيرة. إذا هنا يعني هذا الشعر ديال الكاتب أو الكاتب يعني سميتو إرنست بيرتشون. يعني هذا الشعر عندنا العنوان ديالو، يعني هو هذا. عندنا أن فيغ يعني البيت الشعري، يعني هاد القصيدة كاملة كتكون من 16 بيت. يعني غيجي واحد السؤال غادي نجاوبو عليه، لأن هاد الشعر يعني كيتكون من 16 بيت شعري. عندنا هنا ديغيم، يعني القافية يعني كتكون منغمة، يعني هنا بحال دابا هنا الي تخي لوان، تخي لوان هنايا بوان، لوان بوان، هنا فواياج غيفاج. La lutte, net, le vent, automobile, ville, matin, Pékin, d'elle,
hirondelle. Le profond avion. يعني هنا في يعني كتجي لك نغم في الأخير، يعني القافية ديالك كتعطي واحد ريتم كل بيت. هنا انستروف، استروف هو مقطع من القصيدة، يعني مقطع من القصيدة. يعني هذه القصيدة مركبة من 3 مقاطع، يعني المقطع الأول، المقطع الثاني، الثالث، الرابع. إذا قلنا كما قلنا الكاتب، يعني الكاتب ديال الشعر ديال القصيدة هو هذا. إذا ندوزو للأسئلة. جوبسيرف إي جو ديكوف، ألاحظ وأكتشف. كي فواتي سيغ ليماج، يعني ماذا ترى في الصورة، يعني هذه الصورة ماذا ترى فيها. إذا هو يعني السؤال مركز بالضبط على هذا الطفل اللي جالس فوق هذه الحقيبة. يعني غادي نجاوبو جو فوا، جو فوا ان غارسون ان غارسون غيف، يعني يحلم، غيف تو فير ان فواياج، تو فير ان فواياج. De faire un voyage. Sur quoi est-il assis? يعني على ماذا يجلس؟ يعني يجلس على حقيبتي. يجلس على حقيبتي. إذن il est assis sur sa valise. Elle est. Il est assis sur sa valise. Et je lis sur la haqibati. Valise. كو فواتي ديغيغلوي، يعني ماذا تشاهد وراءه أو ماذا ترى خلفه. إذا وراءه يعني كاينين الناس كيسبحوا، وكاينين الناس كتلعب يعني كتلعب في الشاطئ. إذا غنديرو جو فوا دي جون ناج اي جو على بلاج. جو فوا Je vois des gens des gens nagent, yani nagent, ont été, yani des gens pluriel nagent et جو، يعني بلوريال تاعي لي جون ناج، لي جون جو، جو على بلاج، على بلاج. كو فيتيل اتون افي، يعني السؤال مطروح على الطفل، يعني ماذا تعتقد أنه يفعل؟ يعني يحلم بالذهاب أو بالسفر، يحلم يعني كيحلم باش يمشي يسافر. إذن il voudrait، يريد السفر أو يريد القيام برحلة. il
voudrais voudrais faire des voyages. Il voudrait faire des voyages. Je manipule et je réfléchis. Je lis le poème et je réponds aux questions. Le poème qui parle dans le poème. من يتكلم في القصيدة. إذن اللي كيتكلم في القصيدة هو هو الشاعر هو الكاتب. ديال الكاتب كاين هنا لو نو لو بويت غنديرو حنا لو بويت اذا غنديرو لو بويت كي بارل دون لو بويم لو بويت كي بارل بارل دون لو بويم Comment le citer? يعني كيف عرفت؟ إذا باش عرفنا حنا بأن الكاتب هو اللي كيهضر؟ لأن سميتو محطوطة لتحت، راه هو اللي كيهضر. إذا غنديرو باسكو أو بيان باسكيلي لوتور دو بويم، هو كاتب القصيدة أو هو كاتب القصيدة فعلا باسكيل باسكيلي لوتور دي بوين هو كاتب القصيدة هذه راه اي هذه ال ال نا ابوستروف ال دابخي لو تيتر كيل سوي اكسبريمتيل من خلال هذا النص ولا من خلال هذا العنوان من خلال العنوان ما الأمنية التي يعبر عنها إذا من خلال العنوان ما الأمنية التي يعبر عنها إذا السويت فير دي فوياج يحلم بأن يقوم برحلة السويت Il souhaite faire des voyages. Il souhaite faire des voyages. Et là, il y a une page 116. Inch'Allah, on se retrouve sur la page prochaine, bihoulillah.